في الوقت الذي يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية خصوصاً في حمص وريف دمشق مع تحقيق تقدم ميداني، أعلن مصدر عسكري لوكالة سانا أن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها بالكامل على منطقة جامع خالد بن الوليد في حي الخالدية الذي يعد معقلاً للمقاتلين المعارضين في مدينة حمص. وفي مقلب المعارضة مجزرة جديدة ارتكبها مسلحو المعارضة في حق عدد من الجنود السوريين، مسرحها مدينة خان العسل في حلب، تناقلت صورها مواقع يوتيوب والفيسبوك تظهر فيها عشرات الجثث المكدسة على قارعة الطريق وقد ارتدى معظمهم الزي العسكري. الله أكبر، لواء أنصار الخلافة، خان العسل، تحرير خان العسل. الله أكبر، العزة لله. قتل العشرات من جنود شبيحة الأسد والإيرانيين المجوس. وفي حين أكدت مصادر من الجيش النظامي حصول انشقاقات في الفرقة المتمركزة في خان العسل وارتكاب بعض الضباط والجنود خيانة بحق زملائهم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معركة خان العسل أدت إلى مقتل أكثر من 150 عنصرا من الجيش السوري، 50 منهم أعدموا ميدانيا. وقد أظهر شريط فيديو ثان الجنود المعتقلين بالصوت والصورة. اسمك رمضان خليل. الرتبة الرتبة عقيم. الملازم ملازم مجند أحمد بركات. وظيفتك الفرقة 14 قوات خاصة كتيبة 877. وإزاء هذه التطورات طالبت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي بكشف ملابسات مجزرة خان العسل بعيداً من النفاق والمعايير المزدوجة، في وقت قتل الجيش السوري أحد أخطر وأشهر الإرهابيين السعوديين الذين يقاتلون في صفوف جبهة النصرة في سوريا ويدعى عبد العزيز السبيعي، وهو مغرد على تويتر كان ينقل أحداث ريف دمشق ويعمل لجلب المسلحين من السعودية إلى سوريا للقتال. وقتل الجيش السوري الكويتي سعود الحويلة الذي قاتل في الشيشان والبوسنة وسوريا وكان يعد من أبرز الممولين والداعمين للمسلحين السوريين. دولياً أعلنت الأمم المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع سوريا للتحقيق في المعلومات عن استعمال أسلحة كيميائية من دون أن توضح ما إذا كان مفتشوها سيتمكنون من التحقيق ميدانياً. وقالت المنظمة في بيان مقتضب إن مبعوثين خاصين من الأمم المتحدة زارا دمشق الثلاثاء والأربعاء وأجريا محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري، وبحسب البيان فإن المحادثات كانت دقيقة ومثمرة وأفضت إلى اتفاق حول طريقة مواصلة العمل من دون إعطاء تفاصيل.